اليوم بانت في المحكمة الزجرية ديال الدار البيضاء الحقيقة ديال مفهوم ديال استقلالية القضاء بالنسبة لهذه السلطة القضائية. عفاف البرناني حكموا عليها 6 شهور نافذة غيابيا بدون محامي، في استئناف جاو المحاميين حكموا عليها بالشهور ديال الحبس نافذة، معنى أن المحامي زاد نقص. يجي المحامي ولا ما يجيش المحامي، كيف كيف؟ هذه هي السلطة القضائية وهذا هو استقلال القضاء. وشنو هي الخطوة اللي غادي ديروا في هذا الاتجاه؟ ما نجاوبك. أنا قلت لك داك خصني نقول لك. ما نقول لكش داك الشيء اللي بغيت نقول لك. ما خصنا نخمو. حنا ما كنتصروش، حنا ناس كنخمو وكنوزنوها وكنشوفوا بحال اللي كيقولوا الفرنساويين الفائده والسلبيات لو بور لو كونتر وكنوزنوها وغادي نشوفوا. ولكن الان اليوم القضاء صيفط رساله قويه، المحامين انتم زايدين ناقصين، بكم او لا بكم، بتفسيركم او لا تفسيركم، كنديروا اللي بغينا. واذا كان هذا هو القضاء وإذا كان هذه استقلالية القضاء، إيوا قبل كنا أحسن، قبل كنا بخير مع وزير العدل، ملي كان هو كيراقب السلطة القضائية.